الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أهلا هبة. أهلا بك جورج. أهلا بمشاهدينا الكرام، ونبدأ النشرة بالعناوين. في ذكرى تحرير سيناء، الرئيس السيسي يؤكد أن عدم التفريط في شبر واحد من تراب الوطن منهجا لشكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية. السلطات الفلسطينية تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة، وحصيلة شهداء غزة تتجاوز 34,300 شهيد. السيدة والسادة، أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيل نشرة الأخبار. كل عام حضراتكم بخير. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الرئيس السيسي أن تحرير سيناء هو ملحمة بطولة وفداء للحفاظ على تراب الوطن، مشددا على أن عدم التفريط في شبر واحد منه هو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. شعب مصر الكريم، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها. الرئيس السيسي أكد كذلك أن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس، مشير إلى أن سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. كما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا. واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله. شعب مصر العظيم، لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب. وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أوضح الرئيس السيسي أن الموقف المصري واضح منذ البداية، وهو الرفض القاطع لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي. كما شدد على العمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي. وكذلك موقفنا الثابت
بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرة الشعب المصري على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة. إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا. وأضاف الرئيس السيسي: أننا نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة. وإن تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته، داعيا المصريين أن يجعلوا من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، بعد التحية وكل عام وحضرتك بألف خير، كيف ترى الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء؟ هذا حضرتك زيبة الجهود الدولة الحقيقة خلال 10 سنين من 30/6/2014 حتى الآن مبهرة، يعني 460 مشروع قامت به القوات المسلحة المصرية متوزعين على كل القطاعات. كان أبرزها قطاع الطرق 73 مشروع تم بالفعل، 25 مشروع جاري، 6 مشاريع مخططة. وسيادتك أي مصري مواطن مصري بيسافر سيناء سواء بيذهب إلى الجنوب أو الشمال بيدرك مدى النهضة. 6 أنفاق بتعبر القناة، احنا كنا عايشين بنفق واحد. ده غير الكباري، ده غير المجتمعات العمرانية، المجتمعات العمرانية، التجمعات الصناعية، 4 تجمعات صناعية، مشاريع تحلية المية، الصحرات، السرابيوم عدت صحرتين عدوا، والمحسمة. كل ده بيعمل التطور والتنمية الدائمة المستدامة، التنمية الشاملة لسيناء بالظبط، ودائمة ومستدامة. هي فكرة الاستدامة دائما بتبقى هي القضية، بخطة طموحة لتسكين 10 مليون مصري. صحيح. في سيناء تتحاول طبعا، فيها نشاط تعديني، فيها نشاط سياحي، فيها نشاط راعي، فيها كل الأنشطة الحقيقة. والتحدي كان ان احنا كنا بنعمل ده في الوقت اللي بننفذ عمليات انفاذ القانون. صحيح. يتبني ويتحمل السلاح الحقيقة، وبدون ده كنا هنبدأ النهاردة نقول عن عمر سيناء، لكن الرئيس كان عنده قرار ان اللي بيكافح الارهاب وبيفرض سيادة القانون على اراضي الدولة، بالتأكيد على ان سيناء طبعا من تنميتها ايضا، دي مسألة مهمة. دكتور سمير، الرئيس السيسي يعني من جديد يؤكد رفض مصر القاطع لاي تهجير للفلسطينيين من اراضيهم الى يعني سيناء، اهمية ذلك ونحن نحتفل بذكرى استرداد سيناء الغالية من وجهة نظرك؟ ده كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعلنه من اللحظة الاولى في الحرب، أن نزوح الفلسطينيين قصرا لدول الجوار يصب في القضية. فبقاء الفلسطينيين في أراضيهم هو الذي يحفظ القضية. 25 أبريل نموذج جاهبة على فكرة القوى العسكرية اللي جابت النصر، اللي فتح باب التفاوض عشان نحصل بإرادة سياسية وبعزيمة ومفاوض، يعني من أرقى المفاوضين في العالم، ثم رجال قانون لغاية ما أخذنا سيناء بالسلام. ده النموذج اللي احنا عايزين يحتذى في كل العالم وفي المنطقة، بخصوصا ان الحرب تفتح تفاوض، التفاوض يجيب سلام، يحصل سلام يبقى عندك إرادة تحافظ على هذا السلام. دي إرادة مصر اللي عملت ده، وخدنا سيناء كاملة، والغرض من الحرب تحقق، جزء في الحرب وجزء في التفاوض، جزء في العملية القانونية في تحرير طابة، ورجعت سيناء كاملة السيادة لمصر.
دكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بذكرى عيد تحرير سيناء. وقالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في مثل هذا اليوم عادت رايات مصر خفاقة فوق كل شبر من سيناء، فتحية واجبة لكل من ضحى ولكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته. أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام أهالي مدينة رفح المنقولين بسبب الحرب على الإرهاب، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي بتخفيض قيمة الوحدة السكنية بنسبة 55% من السعر الأساسي لأبناء رفح. وأكد المحافظ في مؤتمر صحفي بمدينة رفح الجديدة أن إنشاء هذه المدينة يأتي لتوفير السكن الملائم لأهالي مركز ومدينة رفح ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء الحبيبة. تنمية على الأرض، مدينة متكاملة لأهالي شمال سيناء. رفح الجديدة مرحلة أولى يتم طرحها احتفالا بأعياد تحرير سيناء، يتم التعاقد عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار، ومع احتفالات نصر أكتوبر يتم تسليم الوحدات السكنية للمصريين فقط من أبناء سيناء. نسب التخصيص للفئات المختلفة، تخصص الأسبقية العاجلة من المرحلة الأولى اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي 41 عمارة إلى أهالي مدينة رفح، ويتم الاستكمال لأهالي الشيخ زويد بعد الانتهاء من تلبية مطالب أهالي مدينة رفح. بمعنى عاوز أوضحها ديت إن احنا بنطرح الأسبقية العاجلة اللي هي 41 عمارة. طيب ال 41 عمارة خلصوا ولسه فيه ناس من أهالي رفح ما خدوش، هنخش في الأسبقية التالية وتبقى لأهالي رفح لغاية ما نخلص من أهالي رفح بالكامل، ونبدأ بعد كده طبقا لتسلسل المراحل نخش على الشيخ زويد. ان الدوله من 2014 اهتمت بسيناء اهتمام غير مسبوق، واصبح الشعار التنميه حقيقيه على ارض الواقع، من مشروعات قوميه عملاقه، من الانفاق، من محطات الصرف الصحي، الطرق العملاقه، الاسكان اللي احنا متواجدين بصدد طرح عنه اليوم المرحله الاولى لعمارات رفح الجديدة لأهالينا في رفح، تم طرح النهاردة والمحافظ أعلن عنها اللي هي شقق رفح الجديدة حوالي 656 وحدة ب 41 عمارة، وبإذن الله تستكمل المرحلة بالكامل 272 عمارة لأهالينا في رفح الأولوية الأولى. خدمات متكاملة وبنية تحتية قوية، وتتمتع جميع الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة وأطول فترة سداد تصل ل 30 عاما. سيادة المحافظ يعني أكد على تعيين رفح، وبقول ما تفوتوش فرصه لا في شقه ولا في في مشروع زراعه، وهو ساعته لسه يعني عمال بيتكلم في الموضوع ده، وانا بحييه انه مهتم بابناء رفح قلبا وقالب، احييه والله. اسعار دلوقتي بعد تصريح السيد وزير المحافظ اللي هو بنسبه 55% يعني حاجه كويسه جدا، يعني حاجه اهون من الاول من السعر اللي اتقال، لكن والناس كلها مبسوطه من الحاجات دي. ويتم طرح تجمعات سكنية للصيادين أيضا، تعمير يتغلغل في أرض سيناء لم تعهده من قبل. رفح جديدة بسم الله ما شاء الله، أداء مرتب، شقق بسم الله ما شاء الله، تشطيب لوكس، ده اللي حصل ده حاجة ممتازة جدا. فخامة الرئيس عملها لأبناء الشيخ زويد ورفح، هتخدم الشباب في الجواز المقبلين على الزواج، الشباب هتنبسط خالص بالمشروع ده، وهيبدوا يقدموا من بكره ان شاء الله. العمارة عندنا يعني معموله على نظام جديد، لاول مره يتعمل في رفح، يعني مباني جديده، مدينه رفح الجديده تعني لنا يا ابناء رفح اشياء كثير. احنا كنا مستنين من زمان ان احنا كلنا مجهزين، ومعظمنا عمل كراسه الشروط عاوز ياخد شقه في رفح. تطوير وتنمية تجعل من سيناء نقطة جذب للاستثمار العالمي، وتخلق لأهل سيناء متنفسا يقضي على أي مخططات عدائية. بعد سنوات خاضتها الدولة في حربها ضد الإرهاب، تأتي مرحلة جني الثمار بمشروعات تنموية تعيد الحياة مرة أخرى لأبناء سيناء، وعلى رأسها مدينة رفح الجديدة، مشروعات متكاملة للبنية التحتية ولتنمية البشر.
من مدينة رفح الجديدة. حماد العربي، التلفزيون المصري. وفيما له صلة، افتتح محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة متحف التراث السيناوي في مقره الجديد. وأكد المحافظ في كلمته أن سيناء تنفرد عن غيرها بالموروث التراثي الكبير في شتى مناحي الحياة، مشيرا إلى أن متحف التراث يجسد مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة. نتابع هذا التقرير. في مقره الجديد وفي إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، افتتح المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة متحف التراث السيناوي بالعريش، حيث تنفرد محافظة شمال سيناء عن باقي المحافظات بالموروث التراثي الكبير في شتى مناحي الحياة. المتحف يعرض مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية في الماضي. المحافظ أثناء الافتتاح دعا المواطنين أهل البادية منهم على وجه الخصوص ممن يمتلكون قطعا تراثية أن يتبرعوا بها للمتحف، أو أن يتم الاستعانة بها في صناعة قطع مماثلة بما يؤدي إلى عودة المتحف إلى سابق عهده ضاما لمفردات التراث السنوي. بالجهود الذاتية تأسس متحف التراث السنوي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ونتيجة ما مرت به المحافظة من أحداث إرهاب في عام 2015 تضررت محتويات المتحف وتلفت مشتملاته. ما تشهده المحافظة حاليا من استقرار وعودة للحياة لطبيعتها أعيد على أثره افتتاح المتحف مرة أخرى في مكانه الجديد بحي المساعيد بالعريش، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. وبمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل سيناء. كما حرص محافظ جنوب سيناء على توجيه تحية شكر وتقدير لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم الغالية لاستعادة سيناء. كل التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار، كل التحية والتقدير لكل من ضحى، بنقول بقى كمان كل التحية والتقدير لمن ساهم وأسهم في التنمية. احنا بعد ما خدنا أرضنا بننميها، عارفة ان سينا وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابة وكاترين، كل المناطق دي بتتنمى حاليا ومدفوع فيها مليارات وتعمل فيها تجمعات تنموية وتعمل فيها زراعات. كل ده كله احنا بنقول ده رد الجميل للي ضحوا بأضواحهم ودمائهم عشان نقف احنا النهارده هنا في هذا المكان. كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس قائد مسيرة تنميتنا، كل الشكر والتقدير للحكومة المصرية. بمناسبة عيد تحرير سيناء، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 476 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 104 لعام 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو. لأن التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 476 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان. وقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو، عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو. أنا بشكر جدا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو أفرج عنا، الواحد مبسوط والحمد لله مش مصدق من الفرحة اللي أنا فيها. ألف شكر لسيادة الرئيس طبعا، وإحنا يعني بحمد ربنا إن جالنا العفو، الحمد لله إن أنا خرجت قبل ميعادي بكتير. الحمد لله، الحمد والشكر ربنا جاب لي حاجة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن اتفاجئت من اسمه في العفو، واطلع لأهلنا على حال وسلامة ونبدأ حياة كريمة تاني والواحد ما يعملش خاطئ تاني. أنا مش مصدقة اللي أنا طالعة لعيالي والله، أنا معايا أولاد وربنا يبارك لنا فيه يا رب، لما عمل لنا العفو ده ونطلعني لأولاد. وتشهد المنظومة العقابية تطورا كبيرا تزامنا مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ما يتيح الفرصة للمفرج عنهم للانخراط السريع في المجتمع، خاصة مع تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وما تتيحه هذه المراكز من رعاية اجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة. أول حاجة تعلمتها الشغل، موفران الشغل وموفران المرتب، أهلي لما كانوا بيجي الزيارة كانوا مبسوطين، معاملة كويسة. خدمات الطبية كانوا بيهتموا بعلاجنا وبيجيبوهن. أنا عاملة عملية في المركز الطبي مركبة مسمار، والعملية نجحت والحمد لله وماشية على رجلي. دلوقتي ننسى اللي كان، وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش. انطلاقة وفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة، وسط فرحة ذويهم الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد. ألف 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 مليون شكر لك يا رئيس على إنك أنت خليتني راجل، وربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك يا رب. فرح كل أم وكل أب النهاردة، وعيد لفرحة سينا كلها وفرحة مصر كلها وتاح جمهورية مصر العربية. مبسوطة طبعا لأخويا إن هيطلع أحسن من الأول بكتير، وطالع ليه صنعة، يعني معاه صنعة هيطلع يشتغل بيها، هينفع نفسه، حاجة كويسة. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو خرج لنا أخونا أعز حاجة عندنا، وبشكره أوي أوي أوي. المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي للانطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث النظم العقابية. التوسع في الإفراج بالعفو واحدة من أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وذات بعد إنساني، فهي تعطي فرصة للنزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو للبداية من جديد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي يراعى فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. دعا فريق من الدفاع المدني الفلسطيني الأمم المتحدة إلى التحقيق بشأن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة، حيث قال إنه جرى انتشال نحو 400 جثة من مقابر جماعية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الموقع. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن هناك حالات إعدام ميداني لبعض المرضى، وذلك خلال إجراء عمليات جراحية لهم بمجمع ناصر الطبي. كانت السلطات الفلسطينية قد أعلنت هذا الأسبوع العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية في مستشفى ناصر وسط قطاع غزة ومستشفى الشفاء شمال القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني بعد 200 من الحرب، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف جسر وادي غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين خلال استهداف الاحتلال لمنزل شرق خان يونس، بينما تعرضت منازل أخرى في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس لقصف مدفعي مكثف. وفي مدينة غزة قصفت بالمدفعية أحياء الزيتون وتل الهوى، ما أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين. وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34,305 شهداء. دعا قادة 18 دولة بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في نص مشترك حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم في غزة. وقال النص الذي نشره البيت الأبيض إن مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي يثير قلقا دوليا، داعيا للإفراج فورا عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم وبينهم رعايا أجانب. وإلى أخبار الطقس والنشرة الجوية من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة على أغلب الأنحاء. معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. مع وجود نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق
من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعن حالة البحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر أيضا معتدل، وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة عن القاهرة. القاهرة الجمعة العظمى 29، الصغرى 17، السبت 30-17، الأحد 31-17. أما عن شرم الشيخ الجمعة 36-25، السبت 34-23، الأحد 33-23. ننتقل إلى الأقصر، الجمعة 38-24، السبت 37-23، الأحد 37-24. وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة والمنتظرة خلال الأيام القادمة. القاهرة 29-17، العاصمة الإدارية 30-36، الإسكندرية 23-15، العلمين 22-15، دمياط 24-18، بورسعيد 25-30، العريش 24-16، رفح 23-17، الإسماعيلية 30-18، السويس 28-18، مطروح 21-14، وادي نطرون 28-16. المنصورة 29-17، طنطا 27-16، دمنهور 29-16، سانت كاترين 24-12. هننتقل إلى الغردقة 34-22، شرم الشيخ 36-25، الفيوم 31-18، المنيا 32-20. أما عن أسيوط 32-20، سوهاج 34-22، قنا 38-24، الأقصر 38-24. الوادي الجديد 39-23، أسوان 39-25، حلايب 28-24، شلاتين 32-25، أبو رماد 28-24، رأس حضربة 30-25. نهاية الخامسة، وهذا التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. في ذكرى تحرير سيناء، الرئيس السيسي يؤكد أن عدم التفريط في شبر واحد من تراب الوطن منهج شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية. السلطات الفلسطينية تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة، وحصيلة شهداء غزة تتجاوز 34,300 شهيد. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني ماسبيرو.إيجي. شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. في أمان الله.